انها تكون مباراه ناريه بين روما وفاينورد في نهائي الكونفرنس ليج. طبعا روبرتو برحب بيك على شاشه الاهلي وشكرا على ظهورك معنا في السادسه. تشاو تشاو بونسيرا توتي. مساء الخير. مساء الخير على الجميع. اتمنى ان تشاهد ايضا الكاس كبشره خير لروما. اليوم انا فزت بالكاس واتمنى ان يفوز روما، كان كاس ايطاليا لكن اتمنى ان يكون كاس. يعني انا بعتقد انك انت شخصيا في قمه السعاده السيزون ده، وصول روما لنهائي بطوله الكونفرنس ليج وتتويج الميلان ببطوله الدوري الايطالي. في بدايه الامر اسمح لي ان اهني النادي الاهلي فورزا اهلي. هذا الشيء بالنسبه لي هام جدا. يجب ان احيي جماهير النادي الاهلي، جماهير النادي المصري. واتمنى ان يتخطى الاهلي ريال مدريد. لان اعلم ان هناك فاينل يوم الاثنين القادم. مباراه الفاينل امام الوداد. واتمنى حظ سعيد للنادي الاهلي ويفوز بالبطوله لان نادي عظيم في مصر. احساسك ايه؟